وفاة الفنان سناء شافع عن عمر يناهز 77 عاما. قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنان سناء شافع توفي عصر اليوم عن عمر 77 عام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم في طريقهم إلى المقابر لدفن الجثمان. أضاف أشرف زكي أنه سيخرج الجثمان من مستشفى الشبراويشي وسيتجه إلى مقابر 6 أكتوبر في طريق الواحات، وحتى الآن لم يحدد هل سيقام عزاء أم لا. نعت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر طليقها الفنان سناء شافع الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وكتبت ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة. كان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين ليرحل عن عالمنا اليوم. جمع بين ثلاثة دون معرفتهم وخان فنانة شهيرة 9 زيجات في حياة سناء شافع. كشف الفنان سناء شافع عن أسرار حياته الشخصية وزيجاته التسعة من داخل الوسط الفني وخارجه، قائلا إنه تزوج 9 مرات منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للسينما وانتمائه كان للمنهج الاشتراكي. أضاف أنه رغم معتقداته الاشتراكية إلا أنه خاض تجربة الزواج من أسر غنية برجوازية مرتين. ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر. مكث بالقرية قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق قبة. درس المرحلة الابتدائية بمدرسة الجمالية الابتدائية، جذبه الفن والتحق بفرق الهواة بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسا بها إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح حيث أخرج مسرحية دون تشو عام 1975. ومن أهم أعماله السينمائية دور رؤوف في فيلم حتى لا يطير الدخان، ودور إبراهيم في الفيلم التلفزيوني الشهير فوزية البرجوازية. كان دوراً محورياً دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتلفزيون قد شارك في عدة مسلسلات أهمها الزيني بركات وحضرة المتهم أبي وحنان وحنين وباب الخلق والصفعة وبعد البداية. رغم من أنه ينتمي لعائلة محافظة إلا أن الزيجة الأولى في حياته كانت بدون علم أهله، وهو طالب بالمعهد العالي للسينما وعمره 19 عام بعد قصة حب من سيدة تدعى ليلى كامل. ابنة تاجر مجوهرات كبير وكانت وقتها طالبة بمدرسة الليسيه. بعد انفصاله عن زوجته الأولى توجه إلى ألمانيا وقضى هناك 9 أعوام. تزوج خلالها من طبيبة تدعى كريستا وهي ابنة طبيب ألماني كبير، على الرغم من تحذير والده له من الزواج من أجنبية. أنجب منها ابن يدعى عبد الله النديم، ولكن بعد عودته إلى مصر انفصل عنها. موضحا أنه سافر إلى الكويت لمدة 4 سنوات
تزوج مرتين خلال تلك الفترة. من خارج الوسط الفني على مرات متعاقبة، ولم تستمر العلاقة طويلة بينهم. صرح بأنه جمع بين ثلاث زوجات في آن واحد، منهم سيدة كانت تعيش داخل مصر واثنين خارجها، ولكنه لم يعلمهم بذلك. تزوج من الفنانة ناهد جبر، وهي لديها ابن يعمل مدير إنتاج يدعى ماجد، وابنة تدعى ميساء تعمل خارج الوسط الفني. صرح بأنه أخطأ في حق زوجته السابقة الفنانة ناهد جبر بسبب خيانته لها، موضحا أن الطلاق وقع بسبب ذلك، قائلا خلال أحد حواراته: كانت إنسانة رائعة بمعنى الكلمة، وقصرة زواجي فراغت عين مني. تزوج أيضا شافع من الفنانة ندى بسيوني، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها، ولديه بنت منها تدعى مايا. على الرغم من أن الزيجة لم تدم طويلا، إلا أنه يصرح دائما أنهما يتواصلان، وعمل معها مؤخرا في مسلسل أريد رجلا، حيث كان يقوم بدور شقيقة. عن ندمه هي الانفصال عن أي زوجة من زوجاته. يقول شافع: أنا بحب أعمل اللي علي كاملا كرجل، علشان كده عمري ما ندمت على انفصالي عن أي واحدة من زوجاتي. تعتبر السيدة ماجدة حافظ الزوجة الأخيرة والتاسعة في حياة الفنان سناء شافع حسب تصريحاته، ويصرح دائما بأنه لا يمكن أن يستغني عنها بأي شكل من الأشكال، مرجعا السبب كونها دفعته لأن يكون محتاجا لها دائما، قائلا: ده ذكاء من الست المصرية، والفرق بينها وبين أمي فتحية، إلا أن الأخيرة لا تعرف القراءة والكتابة. سارة زوريه هي ابنة المخرج الراحل روزي البهنساوي المغادر عالمنا عام 2003، والذي جمع بالفنان سناء شافع صداقة ما جعله يتبنى سارة في مجال الفن كابنته الروحية. سارة روزي اختارت مجال الإخراج كوالدها الحقيقي ووالدها الروحي. شاركت في العديد من الأعمال التي نالت جماهيرية كبيرة في السنوات الماضية، منها مسلسل أستاذ ورئيس قسم للزعيم عادل إمام، أكد أن العلاقة الاجتماعية بين أولاده جميعا جيدة وعلى تواصل دائم، وهناك تواصل مع بعض زوجاته السابقات، مشيرا إلى أن الجمع بين أكثر من زوجة في آن واحد خطر كبير، يعمل على نشوب المشكلات باستمرار. أكد أن العلاقة بينه وبين ندى بسيوني ما زالت قائمة، وقد مثل معها أكثر من عمل، وعلاقته بها جيدة.